لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب أعوذ بك من نفسي وهو نفسي والدنيا والشيطان. يا رب أعوذ بك من وسوسة إبليس. مش عوايدك تأخر العيش. لا يا حبيبتي، أنا صليتها في ميعادها. أمال بتتوضى ليه؟ حتى الفجر لسه بدري عليه. قلت أقرأ شوية قرآن على بال ما الفجر يد. استغفر الله العظيم واتوب اليه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم يا حبيبي، استغفر ربنا يتقبل منك. الا انت بتستغفر كتير كده ليه اليومين دول؟ فيها تباهي مالك؟ مين اللي مالي؟ مالي يا اخويا؟ شايفني بقطع في هدومي ولا نكشه شعري؟ ست بتسال جوزها فيها ايه دي؟ حلو قوي السؤال ده. والنبي في واحدة ست تسأل جوزها انت بتستغفر كتير لليومين دول؟ بقولك ايه يا حبيبي، ما تاخدنيش في دوك. انت ليه لما جيت من بره ما دخلتش تصحيني؟ بقولك يا تباهي، انا جاي من الشغل وعلى اخري، واخده بالك؟ مش ناقص الهبل ده والنبي. كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهبل ده اصلا؟ هبل شيطانك يا تباهي اللي عمال يلعب بدماغك بيجيبك ويوديكي. انا اسمي جابر ابو المكارم، وانت اكتر واحده عارفاني، واخده بالك؟ لا يا حبيبي مش واخدة بالي. خد لي انت بالك بقى، لان انا مراتك ومن حق اعرف بتروح فين. في ايه يا سلمى؟ انت مالك واقفه كده ليه؟ مفيش. استني هنا، انا خلاص صوت عيني طالع لي فيها اليومين دول. مش عوايدك وانا انت مالك يا اختي مبسوطه كده؟ انت مالك مبسوطه ليه؟ هو انا السبب مثلا؟ انا اضرب شغلي كويس وانا مراتك، وايه حق عليك؟ انا حق عليك؟ لا هو شكله اليوم مش معاد. طب انا بقى هخرج بره. بقولك يا تباهي، يبقى كل الجلابيه البني. اشمعنى؟ اشمعنى تكويها ولا اشمعنى البني؟ لا يا فصيح، اللي ما ودهاش عند المكواجي هو اللي يكويها. اصل بقالك يومين يا تباهي بتجيبي لي اكل من بره، لما نودي الجلابيه بره يبقى قبلك على الكورنيش احسن، ولا انت شايفه ايه؟ استغفر الله. تعالى في هنا وكلمني. في ايه يا تباهي؟ مالك؟ أنا اللي مالي برضو؟ أنا اللي بخرج وبسهر وما بقولش مراتي أنا رايح فين وبعمل إيه ومع مين؟ وأنت سميتي شغلي خروج وسهر؟ من إمتى أنا أتباهي ليا في الخروج والسهر؟ ما تقول لنفسك يا حبيبي، ما أنا بقى نفسي أفهم إيه اللي مغيرك؟ رسني على الدار يا جابر. أنهي دور؟ اللي أنت بتلعبه اليومين دول، خروجك وسهرك، أنا من حق أفهم إيه اللي بيحصل. أيوه، قولي كده بقى يا ست الناس، أنت عايزة تتخانقي وتعلي صوتك وتدخليني في أي حوار، حتى تلاقي حاجة تحكي فيها أنت وخضرة، يعني معقولة هتقعدوا ساكتين؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهو الشيطان داخل ما بيننا. مش عايزة تقولي حاجة يا تباهي؟ أديني بستغفر أهو، ها؟ مش هترمي عليا أي بلوى؟ طب انا شايفك لفيت وشك ليه؟ ها؟ طب حقك عليا، انت اللي عصبتيني يا تباهي. بتستغفر ليه؟ بتستحد يقول لحد كده؟ برضك زعلانه منك. طب راسك كويس اهو، تزعلش مني. لا زعلانه يا اخويا. طب اقول لك ايه؟ ما تريحي نفسك وتريحيني كده وتجيبي من الاخر وتقولي. اقول ايه؟ تقولي ايه؟ تقولي انك بتغيري عليا. ايوه طبعا بغير عليك. يا لهوي ياما، ما كنتش هغير عليك انت، هغير على مين؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.